السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نورا يهدي به عباده الصالحين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الهادي الأمين. تحية طيبة لأهل فلسطين، الشعب المناضل الأصيل، أهل الشجاعة والصمود والعزة والكرامة التي ليس لها حدود. وأشكركم على حسن الإعداد ورائع الجهود من أجل تحقيق غايتنا والهدف المنشود. ويطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع القائمين على منصة أريد أن أتقدم بالشكر الجم والتقدير الأتم لهذه الجامعة العريقة، جامعة العلم والفكر، جامعة الإسراء. كما يسرني أن أرحب أجمل ترحيب بكل من حضر هذه الندوة المباركة. فمنصة أريد منكم وإليكم ترحب بكل من تربطهم بها آصرة فكر ووشيجة علم وتقدير. إن هذه المبادرة الكريمة التي نالت جامعة الإسراء الريادة فيها بهدف التعريف بمنصة أريد وبيان أهميتها الباحثين والأكاديميين في الجامعات وغيرها من ساحات العلم وميادين الثقافة ستكتب بأحرف من ذهب في تاريخ منصتنا. هذه المنصة الفتية الواعدة التي بتكاتف العلماء والباحثين المخلصين والأوفياء ستغدو منصة مرموقة يشار إليها بالبنان في كافة الأصقاع والأنحاء والأرجاء. بوركت هذه الجهود وما لمسناه هو المعهود. وفق الله الجميع وسدد الخطى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.